هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. حياك الله. الله يبيك. الله يبارك. الله يعافيك. ان شاء الله طيب. الله يجمل حالك. عرفنا باسمك. معك احمد بن تركي الودعاني الدوسري. ونعم عليك زوج. كم عمرك؟ عندك 24. حياك الله يا احمد. الله يبيك يرحمك. احمد قد تابعت برامج الواقعيه قبل؟ نعم تابعت. وش البرامج اللي تابعتها برنامج الواقعيه؟ اللي جذبني على البرامج الواقعيه سكريبت. برنامج سكريبت. نعم. طيب وش مواهبك انت يا احمد؟ مواهبي طال عمرك اللي تبي. اللي تبي. طب وتخير يعني. نعم طب وتخير. يعني انت كوكتيل منوع. نعم بغيت طال عمرك هي قبل كل شيء الريلتي العالي. وش معنى الريلتي؟ الريلتي طال عمرك اللي تعيش على واقعيتك. انت تعيش على واقعيتك؟ نعم. التصنع هذا تخليها ان شاء الله في البيت ما تعملش. يعني الحين انت نهائيا متى متصنع؟ متصنع طال عمرك على ما قيل اول مره تجي هذه الكاميرا. ايه؟ نعم. طب الكاميرا بتخليك تتصنع غصب اجل كذا. اللقاء يفرق عن. طيب وش مواهبك طيب غير الريالتي؟ تقول انت تعيش واقعيتك. بغيت شاعر. شاعر. يا بغيت سلام. منشد. منشد. والسوالف الظاهر الوقت ما يسمح للسوالف. السوالف لها. الوقت بيسمح ان شاء الله في البرنامج يتاهل. نعم. نعم. طيب سمعنا قصيده او سمعنا بيتي. يقول نحمد الله طيبين وكل شيء طيب والعبادة رأس مالي والنوايا الصافية ما نبي في ذا الحياة إلا الجناب الطيب ورضى من وجه ربي وستر بالعافية. يا سلام يا سلام. سلامتك. طيب منشد كذلك. الله. عندك أعمال قبل ولا ما عندك؟ عندي أعمال لكن لما قيد إنشادية أو قصيدة لك. فيه إنشادية وقصيدة. طيب في قصيدة لك شليتها أنت بصوتك؟ مالك نهائي. نهائي. ليه أنت ضد الفكرة هذه يعني؟ ما هو ضدها طال عمرك. على ما قيل قصيد روح مع اللي راح لأن بالشعار اللي عليهم الكلام لكن أنا أسمع الرجال فيه قصيدة نزل. تقارن نفسك بأحد الشعراء في برامج الواقع ولا؟ إن شاء الله أني أفضل منهم. ما حد. يعني أنت علن التحدي. بإذن الله. سمعنا شيء بصوتك. ليت الولايف مثل وضع العمالة من غاب بلغنا عليه الجوازات اشهر ما بادرتني في رسالة عسى البلاء من شركة الاتصالات. يا سلام يا سلام. فارك التوفيق ان شاء الله. يبارك الله يرحمه. تفضل يا احمد. وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير. قمة التصنع غيره توديك إلى أسفل السافلين. اللي علمك معلومة هذه خاطئ. ليه؟ اللي قالك أني متصنع خاطئ. أنا ما أقول أنت متصنع، أقول قمة التصنع تهوي بك إلى أسفل السافلين، صح؟ يمكن وجهة نظر. لازم يعني وش وجهة نظرك في التصنع؟ أصلا ما في تصنع عشان تكون وجهة النظر فيه. يا أخي ركز. سم قمة التصنع تهوي بك إلى أسفل السافلين، هذه مقولة قالها أحد العلماء، وش رأيك فيها؟ توافق ولا؟ العلماء ولا أبو هدال؟ العلماء وأبو هدال من ضمنهم. منهم؟ إيه دام أبو هدال قالها هي. نعم صحيح. طيب سم لو مثلا أنت بتعيش الريالتي. نعم. وصار فيه خطأ تحت البث، شفت الخطأ واضح جهارا نهارا. مثل إيش الخطأ؟ خطأ في بين المتسابقين، خطأ قوي، هل أنت بتعيشه على البث؟ بتحاول تصلح الخطأ هذا على البث؟ لازم. حنا طال عمرك كفن واحدة. حنا كفن واحدة ولازم نظهر بصورة طيبة. يعني بتصلح الخطأ هذا على البث؟ لازم. هي مو على البث، تحت البث. يعني بتتصنع إن ما في خطأ على البث.
سمعة القناة وسمعتنا، هذا مو بتصنع، هذا المصلحة للقناة. أحيانا التصنع مصلحة؟ مو بتصنع، مصلحة. أنك تتصنع إن في إن ما في خطأ، هو في خطأ، هذا تصنع. أي واحدة من الثنتين، يا أنك تصلحها يا أنك تكمبحها. وش تختار دائم؟ نصلحها. وإذا ما صلحت؟ أما صلحت طال عمرك بتزي. ما في قنبعه؟ بتزي، مهم قنبعه. الله يوفقك. وياك. شوفك على خير. مرحبا ومسا. تسمح لي في الماء؟ لا أنت لي. وكل من لقلب صافي هلا فيكم تينا. يا الحبيب يا الربع، انتم مطقمين، انتم بديتوا ثنائيات. اعرف هالحركات دي، مطقمين سوا، انتم مسوين ثنائيات. كل شيء مطلوب من الله منك شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. اسمك كريم. الله يحييك. احمد بن فرجت جايب تهاوش بس انا لخمتك. الله لا يوفق العدو. واضح هي. يبغى يشوف متوتر. لا متوتر. كم عمرك؟ بالعكس حد يشوف. 24. 24. زين طيب. لا 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 اشوي. إيه. لا لا لا. إيه خليك كذا. معلش مين بسيارة حق. لا انت ارتحت لي صح؟ ها؟ ارتحت لي. الله يسعدك. اي ابوي وش موهبتك؟ هذا كذا. وش موهبتك؟ موهبتي اللي تبي طال عمرك. وش تبي انت؟ ما ندل. قال لك سؤالي واضح. انتم من الحرجين؟ لا. انتم ما عندكم محتوى؟ لا. يا سامي ارجعوني، يا سامي ارجعوني. يوم جوكر يجي ذولا وش قالوا لك؟ قالوا لك ما عندنا. ما انفخ عليك، انا كلم سامي. زعلان طيب. انا كلم سامي. سامي انت خلاص اوكي، توكل على الله، الله يحفظك. ماني متوقع. هي ملعنة؟ ملعنة هي؟ لا 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 لا. هدي 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 ابوي. ترى تلفزيون. يا ناس تلفزيون. انتم لا تاخذون كلمة مفردات ما تنقال يا حبيبي. انتم بتجيبون فينا العيد. انت الله يسعدك. بركاتك ابويا. اي خلاص ابويا الله يحفظك. بطلات كاثرين. الله يحفظك. اي خدمه طال عمرك؟ لا 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 لا. اي خدمه بعد بتخدمني وانت تقول الله يودينا ابوي. يا قلبي صافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تينا القوافي.